معناه شو هي الأدوات المتوفرة عنا عشان نعزز مفاهيم الأمن الرقمي، وشو هي الأساسيات اللي من خلالها بنقدر نوقف نزيف المعلومات اللي عم بيصير خلال استخدامنا للإنترنت والأجهزة الإلكترونية. أولاً، القيام بتحديث التطبيقات والبرمجيات ونظام التشغيل يلي في جهازكو باستمرار. مرات خبراء مستقلين أو الشركات اللي بتصمم هاي التطبيقات والبرمجيات وأنظمة التشغيل بتكتشف ثغرات أمنية في منتجاتها، فهي بتقوم بعملية تحديث التطبيقات أو البرامج عشان تمنع أي استغلال لهاي الثغرات وتمنع الدخول لجهازكو ولمعلوماتكو الشخصية من غير إذن. استخدام هاي التطبيقات أو البرمجيات مبدئياً رح يمنعكم من أنه تستخدموا الكراك يلي هو ممكن أنه يحتوي على برمجيات خبيثة يلي بتسبب ضرر بالجهاز. البرمجيات مفتوحة المصدر أو الحرة ممكن كمان تحديثها باستمرار عشان معالجة الثغرات اللي بيكون اكتشافها. ثالثاً، تعمية أو تشفير أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية. بالعادة أنظمة التشغيل بتحتوي على هاي الخاصية تبعت التعمية والتشفير للأجهزة عشان تحمي المستخدمين. رابعاً، استخدام كلمات مرور أو كلمات سر قوية على الأجهزة. كتير من الناس ما بتحط كلمة سر أو كلمة مرور على الأجهزة بتاتاً، وهذا الإشي جداً خطير. ولكن من الجهة الثانية كثير من المستخدمين تستعمل كلمات سر، ولكن كلمات السر هاي بتكون ضعيفة. مهم تعرفوا انه كلمة السر هي خط الدفاع الاول تبعكو ضد اي متطفل، وعشان هيك استخدام كلمة سر قوية هي جدا جدا مهمة. اما استخدام كلمة سر ضعيفة فهي راح تسهل مهمة الوصول لمعلوماتكو الحساسة. خامساً، تحميل أو داونلود للتطبيقات والبرمجيات الأمنة. كتير من المستخدمين بيقوموا بتحميل التطبيقات والبرمجيات من مواقع غير آمنة، غير معروفة، غير موثوقة، وهذا الإشي ممكن يخليهن عرضة للبرمجيات الخبيثة اللي بتتخبى في التطبيق أو في البرمجية يلي إحنا نزلناها وعملنا لها تحميل. هذا الإشي رح يسبب ضرر لجهازكو. مهم جدا تهتموا بتحميل التطبيقات أو البرمجيات الآمنة وفقط من مصادر آمنة أيضا. سادسا، استخدام متصفح أو براوزر يلي هو آمن. كتير من المستخدمين بيستخدموا متصفحات يلي هي غير آمنة. هاي المتصفحات ممكن تكون قديمة أو غير محدثة، عشان هيك هي ممكن تكون السبب في إصابة الجهاز تبعكو بالبرمجيات الخبيثة الضارة. مهم جدا استعمال المتصفحات الأكثر أمان، مثلا فايرفوكس أو خروم، ولكن مهم جدا إنه تحدثوها أيضا. سابعا، النسخ الاحتياطي باكاب. هذا الشيء ما راح يحميكم من سرقة جهاز أو سرقة معلوماتكو أو شيء من هذا النوع، ولكن إذا تم سرقة جهازكو أو تم إصابته ببرمجية خبيثة مثلا، فممكن جدا أنه تفقدوا كل المعلومات اللي موجودة في الجهاز من صور وبيانات وملفات مهمة أو ملاحظات وذكريات مختلفة. هاي الإشياء والمعلومات ممكن تكون أنتوا جمعتوها من فترة طويلة ومن سنوات، فإذا ما عندكم نسخة احتياطية إضافية منها رح يكون الوجع والفقدان صعب جدا. ثامنا، استعمال الجدار الناري فايروول. كتير من الهجمات الإلكترونية اللي بتستهدف الأجهزة بتقوم بعد نجاحها بالاتصال بالقراصنة أو المخترقين الهاكرز عشان تمرق لن هاي المعلومات اللي هن بدهن إياها. الاتصال هذا بتم عن طريق الإنترنت. إذا أنتوا عندكم جدار ناري، جدار الناري بيساهم في مراقبة العمليات اللي بتمرق عبر شبكة الإنترنت تبعتكم، وبالتالي من خلال تطبيقات أو برمجيات الجدار الناري بتقدروا تتحكموا بهاي العمليات مراقبتها ومنع بعض الاختراقات. تاسعاً، استخدام مكافح البرمجيات الخبيثة. البرمجيات الخبيثة المالوير وكمان الفيروسات ممكن تعمل وظائف مختلفة في جهازكو إن دخلت عليه،
منها إن تدمر الجهاز، أو مثلا تسرق المعلومات، أو تعمل حتى ربح مالي على حسابكو، أو إن تتحكم بالجهاز عن بعد من دون ما تعرفه. طبعا كثير من المستخدمين ما بيقوموا بتثبيت مكافح برمجيات خبيثة على حاسوبهم، يلي هو بحارب هذا النوع من الهجمات وبمنعها. والأصعب وأصعب إنه هاي المستخدمين بالعادة بتستعمل كمان برمجيات يلي تم كسر حمايتها عن طريق استخدام الكراك، وهذا ممكن يجيب معه كتير من البرمجيات الخبيثة وكتير من المخاطر. عاشراً، استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN أو Virtual Private Network. في عصرنا هذا اللي إحنا مجبورين نكون فيه متصلين كل الوقت بالإنترنت، ولا مرة منوقف إنه ندور على شبكات واي فاي، إن كان بالبيوت اللي منزورها أو بالمطاعم أو بالمطارات، وأيامنا هاي حتى بالباصات والطيارات. من المهم جداً إنه نعرف عن مخاطر استخدام شبكات الإنترنت العامة الببليك واي فاي، لأنه الببليك واي فاي ممكن تكون أداة للتجسس علينا، وخاصة بكل ما يتعلق بنشاطنا على الإنترنت، أو ممكن تكون أداة لنقل البرمجيات الخبيثة، أو أداة لسرقة كلمة السر والمرور والمعلومات الحساسة اللي عنا. وعشان هيك استخدام التطبيقات اللي بتوفر لنا اتصال آمن أكتر هو جدا جدا مهم. ومن هاي البرمجيات هي برمجية الـ VPN. وأخيرا استعمال الروابط والوصلات الآمنة. كتير من الناس يوميا بقعوا ضحايا لهجمات اللي بتتسمى بالتصيد phishing، وهذا الاشي بمنعهن انه يوصلوا لحساباتهن، بالذات الحسابات اللي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتير ناس تانين كمان بتتم اصابة اجهزتهن بالبرمجيات الخبيثة، وكل هذا ليش؟ لان نقروا على وصلات hyperlinks او روابط يلي هي مشبوهة واخدتهن على محلات خبيثة.